دولة الكويت تولي اهتمام كبير بمشروعات الطاقة لا سيما الطاقة النظيفة. طبعا هذا الأمر أكيد يعكس اهتمام دولة الكويت بالبيئة في كل المجالات. هذا راح يكون محور حديثنا اليوم مع ضيفنا في الاستوديو، معنا الدكتور مبارك الهاجري، خبير أكيد النفطي أو الطاقات إذا نقدر نقول، خبير في مجال الطاقات. يعطيك العافية دكتور على وجودك معنا اليوم في هذه الحلقة الخاصة بتغيرات المناخ وما يحدث في العالم ووجود وقفة تضامنية عالمية للحد من هذه الكوارث الطبيعية اللي قاعدة تصير. نعم صحيح. صبحكم الله بالخير، أصبح عليكم وأصبح على السيدات والسادة متابعين برنامج العالم هذا الصباح. طبعا تنطلق فعاليات مؤتمر الأطراف اتفاقية المناخ المتحدة اليوم، طبعا راح تكون قمة الزعماء بمشاركة وفد كبير يترأس الوفد سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر صباح حفظ الله ورعاه. فعاليات المؤتمر طبعا أهمها هي تثبيت نسب الانبعاثات من الغازات الدفيئة. شنو هدف تثبيت هذه النسب؟ لو نرجع إلى يعني التاريخ شوي، شنو سبب هذه أو اهتمام العالم في هذه الغازات الدفيئة؟ هي بدأت في عام 1992 اتفاقية كيوتو. دول مشاركة في هذا الاتفاقية في 92 في مدينة ريو دي جانيرو اجتمعوا وتباحثوا وتناقشوا واتفقوا على تثبيت نسب غازات الدفيئة اللي هي غازات ثاني أكسيد الكربون أو أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروجين اللي تضر في البيئة يعني بعدم أو إلى درجة تمنع تدخل البشر. بعد 92 جاءت أهم اتفاقية على مستوى التاريخ للبيئة، هي اتفاقية باريس المناخ في 2015. هذه الاتفاقية هي التي مثل ما يقولون pivotal point، هي نقطة انطلاق للقضايا البيئية. صار في تحرك قوي عالمي على الاهتمام بالمياه. شو تقول اتفاقية باريس؟ تقول إن يجب تخفيض نسب الانبعاث علشان تبقى درجة الحرارة أو درجة الزياد درجة حرارة الكوكب ما تتعدى 1.5 درجة سيليزية. طيب ليش يا دكتور 1.5 درجة سيليزية؟ لو نرجع أيضا في الثلاثينيات القرن الماضي كانت درجات الحرارة بالزياد منذ 1930 تعدت 1.3، الآن تعدت 1.5 منذ بدء إنشاء المصانع يعني في العالم. أحسنت، الثورة الصناعية في بريطانيا. شنو كان يستخدم في الثورة الصناعية اللي يسمونه الوباء الصامت وهو الفحم؟ كم نسبة أو حجم استهلاك الفحم في الوقود العالمي؟ تتوقعين شنو استهلاك؟ ما راح أنا تصدمني. النفط، الغاز، الفحم هو المصدر الأساسي في إنتاج الطاقة العالمي، يمثل 52%. فهذا الفحم وباء صامت يؤدي إلى الاحتباس الحراري، يؤدي إلى أمراض الربو، يؤدي إلى أمراض سرطان الرئة، يؤدي إلى أيضا الجلطات. فهذا الوباء هو الذي سبب المشاكل التي نعاني منها الآن. شنو المشاكل اللي نعاني منها الآن؟ مثلا تقرير نشرته مجلة نيتشر بذوبان 140 جيجا طن من المياه المتجمدة الشمالية في الشمال. هذه المياه تبخرت، وين راحت؟ جاءت على أوروبا. ايش صار في أوروبا؟ فيضانات. بالمقابل في جنوب أوروبا صارت هناك حرائق، تركيا، إيطاليا، اليونان، رومانيا، إسبانيا، كولومبيا، مقاطعة كولومبيا في شمال كندا على المحيط الهادي، سببت لها فيضانات تاريخية غير مسبوقة. حتى في غرب أمريكا أيضا. أحسنتي، غرب أمريكا في البرازيل أدت موجات صقيع إلى انهيار وتهالك المحاصيل الزراعية. طيب هذه الفيضانات والحرائق والعصير والصقيع شنو تهدد البشرية فيه؟ تهدد البشرية في الأمن الغذائي. فبالتالي مؤتمر الكوب 27 هو تأمين الغذاء للبشرية. رأينا هناك انخفاض في معدلات الأمن الغذائي بالمقابل ارتفاع نسب المجاعة. شوف الآن مثلا مدغشقر، تقرير الأمم المتحدة وجد أن الآلاف يعانون من المجاعة بسبب الفيضانات. أكثر من 36 دولة تعاني من المجاعة عالميا. هناك 140 مليون شخص مهدد بالفيضان. فهذه الحلول هي طبعا العالم بازدياد، وصلنا الآن إلى 8 مليار نسمة.
العالم ازدياد، فبالتالي اذا العالم ازداد هناك احتياجات للطاقه. طيب انت تحتاج طاقه، لكن لازم توفر ان الطاقه اللي تحتاجها تكون صديقه للبيئه، ما تؤثر في يعني في 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 عيشتي في في حياتي، ما بيضرر منها الطاقه هذه. فبالتالي اتت الحلول، اتفاقيه باريس، الكوب 26، كوب 27، بتثبيت نسب الغازات الدفيئة وأيضا الاستثمار في مجال الطاقات. تم تثبيتها هذه النسب دكتور؟ نحاول. الكوب 27 كانت من أهم المبادرات أو أبرز التوصيات، هي الاستعاضة عن الغاز الميثان في الاستخدامات المحلية. أوروبا طبعا أعلنت أنه خلاص ما راح نستخدم غاز، راح نتجه إلى الطاقة البديلة، طاقة الرياح، طاقة الشمس. شايفين هذا الشيء يعني على الرغم من أنه عفوا يعني أوروبا حاليا الاتجاه هذا، ولكن هناك في حرب في اوروبا. أحسنت. ايضا قاعد ممكن احنا كنا ماشيين صح، كنا ماشيين ممكن صح تردهم يعني قبل كم يوم انا شفت يمكن في احدى الدول راح ترجع الى الفحم حرق الاشجار والى اخره من هذا. احنا كنا ماشيين صح، بعدين فجاه صارت ظروف جيوسياسيه خارجه عن يعني الاطار العادي او الطبيعي، فبالتالي مردها يعني راح ان شاء الله نرجع الى هذا المسار وتصحيح عملية الطاقة النظيفة والمرور في تحسين بيئة المعيشية. دكتور مبارك، الكويت من الدول اللي نقول يعني المبادرة في تعزيز التعاون لمعالجة قضايا تغير المناخ. شنو أهم المبادرات، المشاريع، الخطط أيضا اللي قدمتها الكويت؟ نعم، سؤال جدا قوي صراحة أبو مسعود. للأمانة الكويت لديها مشاريع مستقبلية للحماية على البيئة، لكن المشاريع التي تم افتتاحها مؤخرا، أكبر مشروع على مستوى العالم هو مشروع الوقود البيئي اللي افتتحه سمو الأمير، سمو ولي العهد أيضا كان حاضر، التمثيل عالي المستوى من قبل السفارات العربية والأجنبية، حظي باهتمام القيادة السياسية من بداية المشروع إلى افتتاحه. مشروع يعزز من الوقود البيئي النظيف الخالي من الشوائب. البعض يقول والله شنو يعني شوائب؟ نقول احنا مثلا السيارات اللي كنت تعبي فيها بنزين قبل ايام الرصاص وايام الكبريت ونسب عاليه، هذه تؤدي الى 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 مشاكل في 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 مركبتك. فبالتالي هذا الوقود النظيف له منفعه وله جدوى اقتصاديه على المستوى الفردي، انه يطيل عمر المركبه وتقل المشاكل، وبالتالي تقل تكلفه المينتننس للشخص الواحد، وايضا تطيل من عمر المصافي والمصانع. طيب تتكلم هل يعود بالبيئه؟ البيئه بالفائده نعم، تقل الشوائب، الانبعاثات، الفليرز، هذه الغازات تكون نسبها قليله. احنا نتكلم عن نسب الكبريت من 1000 جزء من المليون داون الى 10، يعني كنا 1000 مو 100 صرنا 10. هذا بالنسبه لغاز منتجات الديزل، منتجات الكيروسين كانت من 500 بي بي ام جزء من مليون الى 10 بارت بالمليون. فبالتالي هذه النسب الضئيله جدا هي ما يمثل الكويت انها دوله تهتم بالبيئه وايضا دوله تكون مبادره. احنا الكويت طبعا جزء من اتفاقيه باريس وقنابل 2015، جزء من اتفاقيه كيوتو، الكويت تهتم بقضايا البيئه، عندنا ايضا محميه الجهره مثل ما ذكرت بالتقرير، هذه ايضا من جزء من المبادرات واهتمام القياده السياسيه بموضوع البيئه، هناك مشاريع مستقبليه، تحولات اجهزه الطاقه او محطات الطاقه الى استخدام الوقود النظيف اللي هو وقود الغاز، التوجه والابتعاد عن يسمونه زيت الوقود اللي طبعا هو الموجود حاليا، والتوجه الى استخدام الغاز لتوليد الكهرباء للاستهلاك المحلي. عندنا مشروع الشقايه يعتبر اكبر مشروع في الكويت لاستخدام الطاقه الشمسيه لانتاج الطاقه الكهربائيه، المشروع ان شاء الله راح ينفذ بشكل تام ب 2025 ان شاء الله. وايضا في مشاريع مستقبليه يعني للامانه انا توني حاضر، توني جاي من ابو ظبي 4 ايام، هناك كنت مشارك في ورقه علميه في مؤتمر اديبك ابو ظبي للنفط والغاز على مستوى 150 ألف مشارك، رؤساء تنفيذيين شركات عالميه،
معالي الوزير الدكتور بدر الملا كان حاضر، معالي رئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر كان حاضر، وزير الطاقة السعودي الإماراتي، رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد حفظ الله ورعاه كان حاضر في المؤتمر. كان المؤتمر رسالته هي توأمة النفط مع البيئة. احنا ما نقدر نكتب على عمرنا ونقول والله ما نبي نفط، لا ما يصير. احنا دول نفطية، دول تعتمد اعتماد كلي بنسب 98 من مدخولها على النفط. الإيرادات النفطية تمثل 98، فبالتالي ما نقدر احنا نقول ونكتب للعالم احنا والله راح نوقف استخدام النفط او نستغنى عنه، ما نقدر، مستحيل. العالم كله ما يقدر يستغني عن النفط، حتى تقارير وكالة الطاقة الدولية او وكالة الطاقة العالمية، تقارير أوبك بأن على سنة 2050 سوف يكون الوقود الأحفوري حاضر وبقوة، ما نقدر نستغني. الطاقة البديلة ممكنها يعني لها مستقبل، لكن لن تغني عن الوقود الطاقة الأحفوري. البديلة مساهمة. أحسنتي. فش الحل؟ فأنا قدمت ورقة في المؤتمر وحازت على يعني إعجاب الجمهور والحضور الكريم، توأمت القطاعين البيئة والنفط. نعم. احنا ننتج نفط، لكن شو اللي يطلع من النفط؟ ناخذ المنتجات او الغازات الدفيئة هذه ونعيد تخزينها في باطن الارض. ديناميكة الصخور حسب دراسة وحسب النتائج اللي طلعتها تسمح بتخزين الارض اللي عندنا، سبحان الله، يعني مثل ما تقول اراضي يعني براميل فاضية نستطيع تخزين فيها الغازات الدفيئة اللي هي الميثان، غازات ثاني اكسيد الكربون، الغازات اللي تضر في البيئة. فهذا المشروع هو الذي سوف يعني يكون حاضر وبقوه في المستقبل. اذا رديت ضخيت فيها الميثان وثاني اكسيد الكربون و زين، هذه مع الوقت ايضا راح تضر البيئه، نتحطها في الارض راح تطفح على الارض مع الوقت، او ممكن ان الارض نفسها تتضرر من هذه من هذا التخزين او هذا النوع من التخزين. نعم، هذا طبعا انت اخبر، انا قاعد اسالك لان صحيح. نعم. شيء طرح على بالي. صحيح. نعم بسعود، الفكر السائد ان ضخ اي شيء في باطن الارض ممكن يضر بيه. احنا نضخ على يعني اعماق سحيقه، نتكلم عن 20-15 ألف قدم، مرات نوصل الى 20 ألف قدم، نتكلم عن كيلو ونص كيلوين. هل هذا الشيء صالح بعيد يعني اقرب يعني اذا في المزارع يحفرون بارتواز يوصلون كم؟ يوصلون 70 متر، فانت تتكلم عن كيلو ونص. بس هذا شيء طبيعي يعني، هذا شيء طبيعي. اذا مجربه هذه العمليه. هناك مشروع كبير في تكساس، في نورث امريكا، في ايضا في اوروبا، في جميع انحاء العالم، هناك اماكن للتخزين لغاز ثاني اكسيد الكربون، لانه غاز ضار. يعني مشكلته ان اذا قعد بالسماء يقعد 50 سنه على ما يتفكك. غاز الميثان اذا قعد بالسماء يقعد 250 سنه. أنا شنو يضرني أنا كبشر؟ يعني يضرني أنا، سبب لي ثقب في عملية الأوزون. طيب صحيح. متى صارت قضية البيئة جدا مهمة للعالم كله؟ أثناء جائحة كوفيد. لاحظوا الفرق. كوفيد لاحظوا الفرق، إن يعني الثقب في الأوزون من 16% نزل إلى 5%. إذا قلل استهلاك المحلي للطاقة، قلت الانبعاثات، قلت المصانع، صارت سكرت. أحسن. تذكرون يعني في رمضان أيام الجائحة كانوا الناس يتمشون بعد الفطور. كان فيه يعني درجات، تقول حنا بالربيع مو بشهر خمسة. صح. كانت الأجواء جدا معتدلة، فهذه دلالة. العالم كله قال إنه شوف الفيروس هذا شو سوى بالبيئة. توعية كان كأنه تذكير. إحنا نستطيع أن نعمل ونستثمر في قطاع البيئة، يكون عندنا وعي بتقليل الاستهلاك، تحويل الانبعاثات الضارة أو الغازات الدفيئة إلى أماكن يعني بعيدة كل البعد عن الأمن الغذائي، أو أنها تسبب أي مخاطر للأمن الغذائي. طيب بسأل سؤال، يمكن سألته تحت الهواء 3-4 مرات قبل، يعرف شنو الفرق بين الوقود البيئي اللي تكلمت عنه حضرتك، وأيضا في هناك ما يتم الآن دراسته وتطويره وهو الوقود الأخضر أو الجرين فيول. شنو الفرق بين الاثنين، وشلون الاثنين ممكن يساهمون في تحسين البيئة؟ هل هما نفس الشيء؟ هل هو نفس الفكرة أم مشاريع مختلفة؟ شلون نقدر نوضحها؟ الوقود البيئي هو الوقود التي تكون نسب الشوائب فيه منخفضة جدا جدا جدا. الوقود الأخضر هو الوقود الذي عند استهلاكه لا ينتج أي غازات ضارة، زيرو، فقط ينتج ماء، بخار ماء، مثلا للهيدروجين. الهيدروجين الآن طبعا مع مشروع الوقود البيئي هناك مصفاة
لإنتاج الهيدروجين بنسبة صافية جدا جدا جدا، نتكلم عن 99.9. يتم العالم الآن تصنيع سيارات اللي تمشي على مثل هذه أيضا، فبالتالي الهيدروجين هو وقود أيضا المستقبل، بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، كنا الغاز الطبيعي يحتوي على يعني نسب الكربون فيه منخفضة. نعم. فبالتزامن مع الكربون وأيضا غاز ثاني، غاز الطبيعي وأيضا غاز الهيدروجين، ممكن أن يتجه العالم إلى بيئة نظيفة وطاقة مستدامة في المستقبل. طيب دكتور مبارك، ماذا يعود على البلد اقتصاديا من هذا الوقود البيئي؟ نعم، يعود اقتصاديا بأن منتجات الكويت سوف تدخل إلى أسواق لم تكن يعني بالسابق متاحة لنا. ففي شروط أو في معايير عالمية، يورو 5 ويورو 4 فقط في الأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية. الآن منتجات الكويت تستطيع أن تدخل وتنافس في الأسواق العالمية. احنا قبل منتجاتنا تروح إلى الدول التي يعني معاييرها شوي يعني قليلة، الصين، روسيا، فيتنام، لكن مع هذه المعايير التي جدا جدا نسب الشوائل فيها منخفضة، نستطيع أن نتوجه أو تفتح لنا آفاق في أسواق البتروكيماويات أو أسواق النفط العالمي. طبعا أكيد إن هذا الشيء مو بس مردود به، أيضا سمعة الكويت في مثل هذه المواضيع. صحيح. وهذا شيء مهم أن التفاتها في الدخل الأساسي للبلد مثل ما تفضل أن توأمته مع البيئة ويكون ملائم وصديق للبيئة. نعم. بشكل وبآخر هذا شيء جدا نظيف، هني راح يكون في جذب اقتصادي مثل ما تفضل. أحسنتي. نعم، راح يكون في جذب اقتصادية، المردود البيئي على الدولة، سمعة الكويت عالميا كأنها تنتج وقود صديق للبيئة. الناس البيئة مثل ما تقول يعني مثل الجار، يعني الجار مثلا إذا ما يهتم بالجار راح يسبب أذى مستقبلي. إحنا الآن دولة نفطية، إحنا ننتج، الصين أيضا تنتج، فيها مصانع، أمريكا كذلك. إذا العالم ما اتحد في مواجهة هذه التحديات المناخية، الكل راح يتأذى. أحسن، الكل راح يتأذى. نعم. خبير الطاقة الدكتور مبارك الهاجر، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك، بارك الله في عملك، وتشرفنا بوجودك. يعطيك العافية، الشرف لي. شكرا أستاذة مها، شكرا أستاذ نجيب، يعطيكم العافية.